طبعا رحبوا بكل مشاهدينا لتحقوا بنا الآن، خاصة نذكرهم بخروج المنتخب المصري ومفاجأة مدوية أخرى بعد خروج المنتخب المغربي. مصر انهزمت ضد جنوب أفريقيا هدف مقابل صفر، وكرة القدم لا تعترف بمن هو مرشح على الورق ومن هو ينظم الدورة ومن هو يدعم ويتلقى الدعم الجماهيري. ده تحية للجماهير المصرية على دعمها اللامحدود لمنتخبها، لكن تلك هي كرة القدم، ونتمنى أن ينتكون المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي في الموعد على الأقل باش يكونوا حاضرين في النهاية في هذه المسابقة الأفريقية التي نتمنى أن تكون عربية في الختام تاعها. مدام إشراف قنفود، مرة أخرى رحب ونذكر أنك أخصائية في التدريب الذهني، تحدثنا كثيرا في المنتخب التونسي وعلى أداء المنتخب التونسي وأنه لاعبين تمسوا مونتالمون بعد ضغط الشارع، بعد الأداء المهزوز، بعد الاختيارات الفنية الغير سليمة والغير صحيحة للمدرب الوطني. هنا اللاعب كيفاش يعيش في أجواء كما هكا، يحس ضغط مسلط عليه، أين المفر؟ هو لو جوار ديجا عبد كيف ما أي عبد آخر، معناتها افيك بلوس دو لوميير عليه هو. دونك سا ديبون، معناتها هنا تفرق، سا ديبون أنت والميتا بروغرام تاع شاك جوار. فما عباد اللي سو لا بريسيون يخرجوا الجرينتا ويل فونكسيون أونكور ميو، وقد ما فما بريسيون قد ما إيفا دوني لو ميور دو لوي ميم، سا دوفيان أن تشالنج بور لوي بور سو دوني أو ماكسيموم. يا دوطخ بيرسون إي دوطخ بروفيل. Ça dépend de la maturité, ça dépend du caractère, ça dépend du vécu, ça dépend de barcha hajet. Et plus femme à pression, plus il va baisser les bras et moi je suis nage, mais moi je suis nage, mais je suis nage, mais je إذا كان الضغط يمسه هو شخصيا، إذا كان فما دي زونجو نتاع كارير، إذا كان فما دي زونجو نتاع كلام نتاع دي كريتيك اللي نجمو يمسوه هو روحه، يمسو عائلته. معناتها ديما اون توندونس ا اوبليي كو ان جوار عنده عباد وراه، معناتها نفس الضغط مدام اللي نجم يمس ملاعبي، قلت فما ملاعبيه ما نجمش يمسهم اللي هو نفس الضغط. كيفاش نجم ملاعبي محمي من الضغط؟ يعني علاش نحب نربط السؤال هذا بعد بخليل وبدكتور عادل، انه يكون بدنيا حاضر، انه يكون نفسانيا حاضر باش يقبل الضغط ويعرف كيفاش يتعامل مع المواقف الصعيبه. خاطر هنايا لو ترافاي دان بريباراتور مونتال، لو بريباراتور مونتال ماشي يخدم وحده، سي ان ترافاي فريمون معناتها اون فورت كولابوراسيون افيك لونترينور افيك لو ستاف ميديكال افيك لو ستاف فيزيك، اللي هما اي بوف اوبسيرفي ويشوفوا في لي زونترينمون في التيران في لوتيل كي يبداو مساكرين في ستاج، واحد روتيري واحد مش روتيري، واحد الى لا فورم واحد الى با لا فورم، اي سي ان فري ترافاي تيكيب اللي تخدم على ايكيب كامله، معناتها فما لوبجيكتيف نتاع ليكيب. Et puis il y a surtout un travail en individuel qui se fait. Maintenant, il y a les choses qui sont faites par le coaching, qui sont faites par la tête bien. Je ne sais pas si je suis un fou. Il y a une étroite collaboration avec tout le staff qui est le de A à Z qui lui observe et lui observe. Il y a des choses qui sont faites par le fils ou la lèse, il y a des choses qui sont faites par le fils. Des détails de rien du tout. Il impacte le rendement d'un joueur sur le terrain où il y a l'équipe qui est. Malheureusement, c'est ça. Il y a un travail collectif et puis il y a aussi un travail individuel, il faut pas mais je ne sais pas d'ailleurs. Donc الملاعب اللي نراوه الى معناتها ضعف شويه بارابور للبريسيون ولا عنده بليسور يسور دون بليسور وخايف، دونك مش يعطي في روندمون 100% مفجوع على روحه، ما عندوش ثقه كامله في بدنه اسكو رجع ولا لا، فما كلام فما كريتيك فما بريسيون فما سبات. C'est tout le staff qui va observer ça. Mouchkin, le préparateur mental, c'est le staff qui va dire qu'il y a un flin, on le voit, il y a un flin, il y a un insomniaque, il y a plusieurs facteurs. Et les joueurs, ils ont un accompagnement individuel, ou un bar qu'on va intégrer au sein de l'équipe et travailler évidemment sur la cohésion d'équipe, surtout chez Montachab Ouattani. Et les je dis, Mouchkin, les équipes qui travaillent tout le temps ensemble. دكتور عادل، طبعا بالنسبة لاختصاصك في الطب الرياضي، وأكدت يعني دكتورة منذ قليل أنه فما تكامل في الأدوار، فما تنسيق، فما تناغم، فما تعاون، ما نجمش ستاف تكنيك يخدم وحده بمعزل على المعد البدني، على المعد الذهني، على طبيب الفريق. في دورة كما هكا الإصابات وتأثير على اللاعبين، النسق اللي يعيشوه معناه اليومي في حياتهم في مكرتهم في تمارينهم في المعسكرات نتاعهم، تأثيرهم النفسي وانعكاسات ذلك على الأداء والمردود والنتيجة في نهاية الأمر.
شوف عادل في الدورات هذوما احنا نحكيو على لو نيفو دونك في البلي سيليكسيون وقت لونترونور باش ياخذ لي جوار الجروب اللي باش ياخذوا جينيرالمون باش ياخذوا جروب بري انا باش ياخذ 23 جوار سون بري سا بون كيلك اكسيبسيون في لي زيكيب الكل يصيروا انه ناخذ لي جوار اللي اون تران دو ريكوبيري دون بليسور اللي هذا يصير التحضير هذا يصير بين الممرن والستاف ميديكال باش ناخذوا جوار هذاك ينجم يكون حاضر في لوجور جي اللي تبدا فيه الدوره ولا ما تبداش هذا راهو يصير بالتنسيق كامل بين الاطار الفني والاطار الطبي وحسب نوعيه الاصابه خاطر ثم اصابات ظاهره واضحه ما نجموش ناخذوهم باش يمشوا للتورنوا هذوما ثم اصابات نجموا نلقاو خاطر التورنوا يصير على شهر كامل نجموا دي جوار يكون دي جوار كلي ناخذوهم ونلقاهم في لي تورنوا وكل تورنوا الماتش الاول الثاني الثالث هذا يكون التنسيق كامل انا نحب نرجع لحاجه عاد الناس الكل يحكيوا على التحضير البدني والطبي وكل شيء احنا قبل ما نمشيو لكوب دافريك نحكي على الكيب تاع تونس لعبنا تروا ماتش كانوا الناس الكل ربحين الماتش وعلى دي جوار شفناهم ثم دي جوار في دي ماتش شفناهم حاضرين وكل شيء الاشكاليه اللي صارت انه الماتش الاولاني وقت اللي عملنا الماتش نول ولات الاشكاليه نرجعوا شنو صار التحضير هو تنسيق يصير قبل التوروا علاش نعملوا التنسيق هذا الكل باش نعرفوا احنا علاش قادمين احنا ربحنا لي ماتش من نهار الجور جي اللي لعبنا فيه الماتش الثاني نعملوا ماتش نول الناس الكل تفاجئت الناس الكل ولات تحكي على التحضير البدني والتحضير الذهني والبليسور اللي مشينا بهم هذوما الكل كانوا الحقيقه مفاجئين للناس الكل انا نختلف معك شويه دكتور آه. اختلاف شوف اجا نقول وقت اللي احنا خذينا الجروب باش نمشيو به حضرنا دو سومان حضرنا 23 جوار باش يكونوا حاضرين الماتش هذا كانوا ثلاثه ماتشات ربحتهم ليك ناسيونال انت تو جاوب دكتور انت قلت تروا ماتش اون ايتي فيهم بيان لي جوار نتاعنا فيزيكمون ايلي تي بيان فما فريشور ماتش كرواسيا شفنا لي ترانزيسيون رابيد ولي كونتر اتاك معناتها ايلي تي بارفي لي جوار نتاعنا كيفاش تجي في اول مقابله وما نلقاش حتى شيء معناتها من ناحيه نحكي البدنيه الناحيه البدنيه انا كيما كان يحكي خليل بكري بتاتر سي تان فو بروبليم على خاطر الاطار الفني كي يجي يعمل معناتها دي شوا الملاعبي يحس نفسه ماهوش في الكونتكست صحيح ماهوش في بلاصته صحيحه يحس فما ظلم ا دروات يا غوش دونك اوتوماتيكمون سافا سو ريفليتي على المستوى البدني على مستوى لي موفمون نتاعو كل واحد يلفا سوبر متر باش يعمل الرول نتاعو يقول لك سي بون ساتيسفي ما حاشتيش نعمل سير باسمون دو فونكسيون صحيح هذا اللي صار دونك كلامك صحيح باش يكون صحيح تري نعملوا دياغنوستيك نقولوا لي جوار اللي عمل تروا ماتش فاميكو وكان في مستوى معين وتحكي انت على فريشور فيزيك وكل شيء ونهار اللي بدينا الماتش الاولاني بالدياغنوستيك نعملوه افون كوره مش ابريكو افون كو كومون سافوار كيما كانت تحكي الاخت وقت اللي نعرفوا لو جوار هذايا اللي عمل تروا ماتش اسكو الماتش الاولاني اوفيسيال باش يكون حاضر ولا مش حاضر هذا الكل يكون بالتعاون مع الناس الكل ونجموا نعرفوا راهو افيك لو دياغنوستيك افون ماتش نعرفوا لو جوار هذاك لو جوار هذاك ينجم يعدي تروا ماتش في معناها في احسن حالاته والجور جي ما تلقاش لو دياغنوستيك تعمل ابريكو دكتور سي با افون كو دكتور اعتقد اننا الان نحرق في المراحل برايي اننا نحرق في المراحل ونحكم على المشاركه المنتخب التونسي كانه تم اقصاؤه من الدوره لا يعني هو ايه اوكي تقييم هو ممكن ان نضع نقاط معينه وتساؤلات ولكن دون الحكم على المشاركه لو كان مثلا الانصار منتخب جنوب افريقيا حكموا على مشاركة منتخب جنوب أفريقيا خسارتين وتأهل في وانتصار واحد وتأهل في المركز كأحسن ثالث في الدورة فأعتقد بأنها كانت راح تصير كارثة وتنتهي المشاركة من جنوب أفريقيا طبعا طبعا فلذلك أعتقد أنه من السابق لأوانه الآن أن نحكم على المشاركة التونسية نعرف جيدا بأن الأدوار الأولى في المسابقات طويلة المدى الآن صارت بطولة أمم أفريقيا تلعب على شهر ب 24 منتخب فأعتقد أنه الآن من السابق لأوانه أن نحكم على المشاركة مشاركة المنتخب التونسي الأمور الجدية تبدأ من الأدوار الإقصائية مباراة إقصاء فأعتقد هنا يبان تفضل كمل كمل فأعتقد أن هنا يبان العمل سواء الفني التكتيكي النفسي البدني الذهني هنا ممكن ان تبدا تظهر هذه يبدا يظهر العمل لان المنتخب التونسي في المباريات الثلاث لم يوضع تحت ضغط النتيجه لم يوضع ابدا تحت ضغط النتيجه المحك لم نرى المحك الذي كان يجب على اللاعبين التونسيين ان يرفعوا التحدي امامه امام موريتانيا كان التعادل يكفي المنتخب انه يتاهل
المبارتين الأوليين ما كانوش مبارتين من مصيريتين، فأعتقد أنه يجب التريث وعدم الحكم على المشاركة التونسية من دورها الأول. أنا اللي قلقني في هذا الكل سي محمد تفضل. أنه اليوم في كرة القدم أنك تجم تكون ماكش بيرفورمان وماكش باهي والنجم نصبر عليك. اللي قلقني أنا في هذا الكل أنه الاختيارات الفنية اللي خلطت الدنيا كل نحن اليوم هذوما الحاجات هو وكأني به المدرب إلى شومباردي ليكيب وكأني هو خلق المشكل وكأني بالمدرب هو الحل هو اللي خلق المشكل خلق قلة الثقة ما بين المجموعة. وفي كرة القدم كما كان يحكي خليل وكما كان يحكي الدكتور أنه الثقة مهمة برشا في كرة القدم انه تعطي للملاعب لونفي باش يلعب ويدافع على مكانه ويعرف اللي مكانه هذاك راه مستحق وينجم يفك له حتى حد. كيفاش؟ الكويزيون ديكيب زاد على خاطر اذا كان يتبدلوا هكا كما كنت تقول انت معناتها سافا كريي دي كونفلي حتى اونتر لي جوار اللي ما يتكلموا. اليوم انا تصورني معناتها كارديان بوت تجي تفضل انا تصورني انا كارديان بوت تجي تلعبني اتاكون ولا تجي اتاكون تقول له برشا كارديان معناتها يولي معناتها فما تداخل في الادوار وهذه هي من الحاجات اللي حكيناها حتى في اول الدوره. المشكل وكاني الان جيريس هو اللي خلق بداية المشكل في المنتخب انه بعد المشاكل تتراكم وانه المردود يتمس والمجموعه تتمس هذاك باش يجي بالمباريات وقت اللي المردود ما يتقابلش. واحنا في نهايه الامر المنتخب نتاعنا نحبوه نشوفوه في التصويره المزيانه نشوفوه على خاطر احنا كان اليوم وصلنا نحلموا بالمنتخب هما وصلونا نحلموا بالمنتخب. اليوم كان عملنا مباراه وديه ممتازه هما خلونا اللي احنا نجموا نمشيو لبعيد مش ملاعبيه وحود اخرين جبناهم من عالم اخر. لكن مالوريزمون بدينا الدوره خيبه امل. احنا عاده وقت نحكيوا على دورات محمد نحكيوا على بدايه الدوره ان تبدا تنسق تصاعدي ويبدا يطلع بشوي بشوي. احنا مالوريزمون بدينا الدوره بثعره ما نقولوا احنا بمشاكل عثرات معناتها في الاختيارات وهذا ما خلق مشاكل في اللعب. خاطر نجم خاطر زاد نجم يكون هنايا نتعلموا من ليزيشيك معناتها نجم تكون طون ميو كو صاروا الغلطات هذوما في الاول اللي بالحق ان شاء الله يتعاذ منهم جوستومون. فما دو فولي تري امبورتون كي تعيش مع الاولاد تعرف شنو انا عشت معهم تحكي نحكيوا على الشخصيه من اروع الاولاد لاعبين كاس عالم لاعبين كاس افريقيا يلعبوا في افضل البطولات في اوروبا عندهم تقريبا 6 سنوات مع بعضهم 5 سنوات ماهوش مشكل. هذا مشكل التواصل اللي خلقينه ما فماش مشكل. هذا شيء مهم. الشيء الثاني من الناحيه الطبيه كل شيء متوفر من الناحيه العلميه اون كونترول لا شارج. المشكل المهم وانا حسب رايي انا محب تو المنتخب هي الافكار والمبادئ العامه تاع المنتخب هي الجو العام الافكار اطار الفهم الاستراتيجي نتاعنا الاستراتيجي اللي قالها رضوان وقالوا ناصر وشومبارد افيك ان جوار وشومبارد 3 جوار و 3 و سور لو بلان اتيتيك جو بو با فير ان دوزيام سبرينت و ان تروزيام سبرينت خاطر ماهوش لو شون فيزيوال نتاعي راهو هذاك رضوان لعب وناصر لعب كوره راهو سي تري امبورتون وهذاك اللي صاير. ولكن فما حاجات غير يعني الاولاد انا نقول لك انا عبد احنا كنا نقولوا المغرب اللي هي مرشح رقم واحد ومصر هي المرشح. اقنعتك مصر في الدور الاول؟ لا لا فما مباراه شفت حاجات المغرب المباراه الاولى مع بوراندي اقنعتك؟ لا خاصة 87 سجلت دقيقه هدف مباراه البنين 15 دقيقه الاخرانيه صدق عملوا 140 الف كيلومتر ضد 130 الف كيلومتر بالاشواط الاضافيه اقنعتك فنيا ولا الا 15 دقيقه يمكن الاخيره حطش من الدقيقه 72 حتى ل 94 مقلد البونت قام قبل كوت ديفوار ما كانتش خايفه اي شويه متوسط. ولكن ماهوش فما مشكل كيما نقولوا بول دو نيج ما تعرفهاش فين. ولكن انا حسب رايي الحكم على المنتخب ياسر احنا ياسر قاسين عليه عاد بصدق معاك في الناحيه الفنيه ولكن قاسين عليهم بطريقه الاولاد راهو يتاثر عايشين معانا في التويتر وفي الفيسبوك وفي الام وراه قالت هو خليل خليني نوضح نقطه أنا وضحت في البداية أنه استضفنا تقريبا 22 ضيف ما شاء الله من محلين ونقاد ولاعبين سابقين لعبوا على مستوى عالي في منتخبات وطنية وأيضا حتى احترفوا البر. حكاوا في كل ما عنده علاقة بالمشاركة التونسية، احنا ماناش في عملية تقييم لأنه التقييم مازال بكري عليه، مازلنا احنا في المشاركة ومازالت عندنا ثقتنا لن تتزعزع في المنتخب إلى آخر لحظة. تبقى حابين نفهم أشياء حكيت عليها الناس الكل على مستوى الذهني قلنا لمن نجيبوا اخصائيه ذهنيه تفسر لنا الوضعيه ككل انطلاقا من المنتخب والاعداد الذهني تظهرت كما هكا على مستوى الاعداد البدني انا وقت اللي يطلع وربما كما قلت انت معنا ما فهموش كلامه ولا ما صارش ميساج بالكدا لكن اللي يطلع ويعمل ديكلاراسيون اوفيسيال للقنوات التونسيه بما فيها قناه التاسعه ويقول في التوب باش نكونوا ترويزيام ماتش بعد نلقاو حاجه اخرى. دونك نتسائلوا علاش
نفسانيا ما مشاتش الامور، بدنيا الضغط، الخوف من الهزيمه، الخوف من الانسحاب، الثقه المفرطه، الارهاق نتاع اخر موسم، كلها اسئله تخام الجمهور الرياضي التونسي. قلنا لا، علاش ما نجيبوش الاخصائيين والمختصين اللي عندهم باع وذراع في هذا الموضوع حتى نتحدث فيه، وحتى الجمهور الرياضي واحنا بيدنا نفهمه، وكان فما حتى اخطاء نصلحوها واحنا مازلنا في الدوره حتى ما ندموش وقتها، لا ينفع الندم. نتحدث عن الاعداد النفسي في التظاهرات الكبرى، تقرير مراد عمر واحمد عباس. مع التطور الكبير في التكتيك والخطط وتعدد المسابقات والمنافسين على كل المستويات، لم تعد تحضيرات الفرق والمنتخبات مجرد معسكرات كلاسيكية، فالمجهود البدني وحده لا يكفي لإحداث التفوق وصناعة الانتصارات والبطولات. في هذه الحالة اللاعب يحتاج للمثابرة والشجاعة لاستحداث الوسيلة اللي تساعده على الصمود ومجاراة الصراع القوي والمستمر تطلعا لتحقيق الهدف. لهنا يظهر الاعداد النفسي كعامل مهم، وهو اسلوب من اساليب عملية التخطيط والاستعداد للمنافسات جنبا الى جنب مع الاعداد البدني، بل وفي احيان كثيرة يصبح اكثر اهمية وفعالية في احداث التفوق المنشود. في العالم أجمع وخاصة في أوروبا، العدد النفسي للاعبين عنده أهمية كبيرة ويعتبر من الضروريات لدى كل الفرق والمنتخبات. فأعرق الفرق في القارة العجوز كما ريال مدريد وبرشلونة على سبيل الذكر للحصر عندها معد نفسي حضر اللاعبين نفسيا وذهنيا على النحو المطلوب قبل دخول غمار أي مسابقة. على سبيل المثال الأرجنتيني ليونيل ميسي في بداية طريقه كان يعاني من بعض المشاكل النفسية البسيطة، ولكنهم عملوا من أجله حتى أصبح أسطورة في كرة القدم. خلافاً لما هو موجود في الأندية الأوروبية، فإنه أغلب الأندية العربية بصفة عامة والتونسية بصفة خاصة ما تهتمش بالعدد النفسي للاعبين وما تعترفش بأهمية هذا الجانب وتعتبره من الكماليات وليس من الضروريات. الترجي الرياضي والنجم السحري وملعب التونسي على سبيل المثال بعض الاستثناءات في تونس لأولت اهتمام لهذا الموضوع، وهو ما أعطى ثماره بالتتويجات لنادي باب السويقة وليتوال. الموضوع هذا يجرنا للحديث عن المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس أفريقيا مصر 2019 بعد 3 مباريات وتأهل صعيب للدور الثمن النهائي، واللي اقترن بعديد الانتقادات على الهشاشة النفسية لأغلب لاعبي المنتخب والتعامل السيء مع المنافسين أيضا مع الإعلاميين، كلها معطيات خلت الجامعة التونسية كرة قدم تقيل المعد الذهني للمنتخب دافيد مارسيل. الشيء اللي يطرح نقاط استفهام عديدة، من بينها ما هي المقاييس المعتمدة لانتداب المعد الذهني صلب الأندية والمنتخبات الوطنية، وكيفاش يتم تحضير اللاعبين ذهنيا قبل خوض غمار أي مسابقة، وهل بإمكان المدرب أن يقوم بنفس عمل المعد الذهني على النحو المطلوب؟ شنو؟ اليوم بصراحة محمد الوضاحي برشا أنيق، والله أنيق برشا اليوم. اليوم أنيق، هذا نظرتك أنت الأنيقة، أنت هذا ذوقك. إذا مش أنا، هذه محمد الثاني مودا فينشي. أكيد تحية لي المساند الرسمي طبعا للتاسعة كان في تونس، وأيضا لبعثة قناة التاسعة إلى مصر لمواكبة كأس أمم أفريقيا أكيد، ومشاركة تونس في هذه الدورة. أنتم أيضا مودا فينشي ما نساتكمش، تربحكم رحلة إلى إسطنبول، بتشاركوا في الرحلة هذه، تدخل على الباج فيسبوك أوفيسيال تاع مودا فينشي وتلقى شروط المسابقة. أولها نكون فان في الباج هذه، تلاقي 5 من أصحابك بعد ما تبارتاج البوبليكاسيون تاع المسابقة، والإعلان على الفائز سيكون بإذن الله في الدور النهائي لكأس أمم أفريقيا. ونتمنى من الأعمار أن تكون تونس في هذا الدور النهائي بعد أن تحطمت أحلام محمد الوضاحي بعد خروج المنتخب المصري للأسف الشديد، لكن تكهناته كلها سقطت في الماء. توقعاتي مش أحلام، أنا لم أحلم بتتويج المنتخب المصري. توقعات فعلا، هي توقعات بشكل أحلام. لا لا، عندنا أحلام يقظة يعني. أحلام اليقظة. رضوان؟ نشاهد طبعا هذا الشريط فيتير، ثم نعود على مودا فينشي، تفضل.
مودافنشي ايضا خمت في الناس اللي ما تنجمش تتحول للمغازات الموجوده نتاعها اكيد في تونس العاصمه في شارع الهادي نويره في النصر الثاني ايضا في مركز تجاري في اللافايات مركز تجاري ايضا في لاك دو واش في شارع الهادي نويره في النصر الثاني قلت دونك علاش قلت ما قلتش شارع باريس ما قلتش شارع باريس ايضا موجود مودافنشي نجموا دونك ليفيزون ا دوميسيل اي حاجه تختاروها تدخلوا على الباج اوفيسيال تاع مودافنشي تختاروا واش تحبوا كل شيء يوصلكم للدار. بس مدام اشرف قنفود اخصائيه في التدريب الذهني ليست من تقاليد وعادات النوادي والمنتخبات التونسيه الى ماضي قريب. دخلت سنة وخذ تجربة مع الملعب التونسي ودخولك في حد ذاته أثر ردود أفعال عديدة أثر عملت الباس بالدخول دخلت وخرجت في ساعة ولا دخلت وما زلت موجودة أعطينا تقييمك لهذه التجربة وكيفاش من خلال هذه التجربة تعامل اللاعب التونسي مع المعد الذهني. اوكي باهي انا ديجا بديت معناتها من قبل لو ستات تونيزيان نخدم افيك دي جوار دو فوتبول دو او نيفو برشا خاطر يخرجوا من لي سورتي دو بليسيور نتاعهم دونك نخدم انا هيبنوثيرابيوت زاد نعمل تانيوم مغناطيسي دونك نداوي بال نحلو تريتمون دو دولور اون فوا كو البرا البلاعبي دونك نعمل ان تريتمون دو دولور بار ليبنوز دونك خدمت افيك با مال دو جوار ومن بعد جات لا بروبوزيسيون نتاع d'un stade tunisien et les hey, franchement c'était une expérience yesser bien بالحق ma part le buzz اللي صار mais après le reste après le reste ça s'est très très bien passé donc je vais vous dire ha met من الاول le deal انا وياهم اللي صار لي ايد quelques séances نمنعوا متيح ونشوفوا من بعد d'accord donc انا j'appréhendais خاطر ما سنسا جو جير en individuel اول مره j'avais une équipe كامله. Du coup, j'en profite de نشكرهم برشا على خاطر ستات تونيزيان ملعب التونسي وفروا لي en fait toute l'infrastructure nécessaire pour que j'accomplisse bien mon travail et pour que la mission نمنعنا متيح وكل شيء. شنو الانفراستركتور نيسيسير؟ الانفراستركتور، alors, الناس الكلهم étaient là, étaient à la disposition de la préparation mentale et de la préparation. أنا دخلت en fait, j'ai pris le train en marche. En marche, il y avait donc. وقت الفريق يمر بظروف صعبة. الفريق donc émotionnel. N'était pas bien, منرفزين على عصابهم, فما الريسك نتاع تيح, فما donc beaucoup beaucoup de tension, فما bon après de حكايات اخرين. Et لي انا وقت اللي جيت, c'est vrai qu'il y avait une appréhension شويه من الجوارات, et لي هي في دقيقه معناتها من la première séance de coaching تنحات وفهموا à partir de. كيفاش يفوت تتنحى بطبيعتها؟ لا pas du tout, ouais, c'est pas grave, فهمنا من قبل ما تجيش لا بجد معناها قوية هذه بجد لا معناها ما تخوفش معناها مش ما نخوفش سكو هو من الدقيقة الأولانية وقت اللي تفهمنا اللي راهو احنا معناتها اون فات جو سوي لا بور ليز اكومباني اتاندر ان اوبجيكتيف كومان عاد يز بور اتاندر ان اوبجيكتيف كومان دونك جيتي لا بور ليز ايدي داكور l'administration من رئيس الجمعيه سي جليل والفيس بريزيدون سي رؤوف جيجا حتى معناتها دو او بلاسي دو كلوب حتى لي كيني بريباراتور فيزيك سي مارونيس الكوتش الناس الكلهم ايز ايتي لا ا مو دوني يعطيوني في لي زانفورماسيون نيسيسير وشنو ما لي فاي لي ديفايونس شنو النقص معناتها ايز ايتي بالحق الكلهم هنايا بور كو الخدمه تمشي بالكدا اي بور كو لي ريزولتا سوا رابيد دوكو سيتي من الاول اون بروميير سيونس دو ديكوفيرت نتاع ليكيب الكلها بيان سور فما ليدا فما كوران فما عباد تحط عادة معاهم كوران سي دي مونتاليتي معناتها شوية ومن بعد جي كومونسي لو ترافاي اون انديفيدويل اي سي لو ترافاي اون انديفيدويل ومن بعد سور لا كوهيزيون ديكيب كي لوي ابورتي سي فروي بالحق دي لا بروميير سيونس الحمد لله يا ربي معناتها دوكو ستات تونيزيان جو لي رومارسي بالحق دو فان فون دو مون كور معناها التجربة ناجحة ورايعة عندي انا ناجحة عندهم هما ناجحة كيما تجربة الحكم درصاف اللي ادارت مباراة النادي البنزرتي والترجي الرياضي معناها تشوفوا المرام فما يحترموها اكثر ويقدروها اكثر ويرتاحوا معاها معناتها انا بالحق تبدلت نظرتي على الاخر على الاخر على الاخر معناتها ما لقيت كان القدر ما لقيت كان الريسبي ما لقيت كان عبيد ما كنت تحمل نظره اخرى انت لا معناتها جابخي اون دي تبدلت نظري خاطر جافي بيغ معناتها ما نعرفش معناتها ميليو اسي ماتشو وهما تبدلت نظرتهم ما نعرفش على نظرتهم انتو كان لا 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 يعني للطب لا لا للاعداد الذهني يعني اه للاعداد اي لا سي سور معناتها لو ريزولتا ايتي لا بالحق لو رابور ايتي لا ثقه ثقه معناتها اون فات يافي ان رابور دو كونفيونس كي سي انستالي كي ايتي بالحق امبرسيونون وما كنتش نتصوره من هوني معناتها لامبريونسيون
خايفه ما تملو الايكيب كامله من بعد لو كوران اللي باسي على خاطر كي تعمل هو كي تبدا انت والعبد ولا والمجموعه تقول لهم رانا مع بعضنا باش نمشيو مع بعضنا الهدف واحد فورسيمون ما تنجم تكون معناتها ثقه التي انستالي دونك جو بونس اي لي لا ماجوريتي ما نجمش نحكي باسامي الناس الكل مي لا ماجوريتي نتاع ليكيب نتاع لي جوار نظرتهم تبدلت على الاخر دايوغ جو سو ان كونتاكت حتى لليوم مع برشا منهم الحقيقه معناتها نحب نشكرك انا بصراحه على انك قدرت تبدل النظره ودخلت يعني في تجربه صعيبه الناس الكل معناها كانت مش عاطيه ثقه 100% لكن متخوفه كيفاش تكون تجربه وتتبع فيها لكن بالفعل تسحق الثقه على العمل الكبير خدمت فيه في الملعب التونسي كما درصاف الحكمه التونسيه اللي دخلت ايضا وشدت مقابله في اكابر نتاع الرابطه المحترفه الاولى بين ترجي ونادي بنزرتي مراه تونسيه قادره انها تفرض ذاتها وتفرض كلمتها وتقنع ايضا والاقناع مش حاجه سهله. لو ريسبي لي ميتويل راه طونك لو ريسبي لي ميتويل دي دو كوتي سا سباس تري تري بيان الحقيقه معناتها نقدر هوني دونك دكتور عادل التكامل بين المعد الذهني والمعد البدني كيفاش نجم يخدم ستاف مع بعض؟ عاد انا بالصدفه انا جيت من بعدها هي الستا تونيزيان انا ولد ستا تونيزيان والميدسان نتاع ستا تونيزيان وجيت نهار بقلاوه اليوم لي تراس موجودين لي تراس موجودين اكيد 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 ثم تعاون ديما ثم تعاون بين الاطار الطبي والاطار الطبي محتاج خاطر جينيرالمون احنا في لي كلوب في تونس تلقى ديما الكيني هو اقرب واحد اقرب واحد للجوار للملاعبين ديما لو كيني هو لو كونفيدون لو بريمي كونفيدون ومن بعد يجي الطبيب وساعات تلقى ساعات تلقى الكيني ولا الطبيب عندهم دي ديفيكولتي بور ابوردي لو جوار دونك اكيد باش نحتاجوا البريباراتور مونتال باش ياخذ رولي ويتعامل مع الجوار عادل نحب انا نكمل الكلام اللي قالوا تعرف فما مشكل كبير بعد ساعات فما ملاعبين كي يبداو يتعداو من مشكل نفسي معناتها ولا مادي انه ياثر عليه حتى من ناحيه البليسور اونفير الطبيب بعد ساعات انه الملاعب يجي يحس بوجاع ولا ما عندوش وجاع ويكون عنده مشكل نفسي يمشي ديريكت للاسبي ميديكال انه يقول عندي يا دكتور عندي وجيعه عندي وجيعه كيلكو بار وهو عنده مشاكل نفسيه عنده مشاكل كيلكو بار ماديه ولا معنويه ولا في العائله ينجم ياثر هذاك علاش هو بعد ساعات الطب يقول لك انا مانيش منجم بعد ساعات اللي اوبليجي باش يتعامل مع الملاعبي على الحاله النفسيه على الفتره اللي يتعدى منها سواء ايجابيه ولا سلبيه هذاك علاش لو بريباراتور مونتال اللي تريز امبورتون باش ينجم يوصف الحاله نتاع الملاعبي المرضيه نتاعو باش ينجم يترونزمي للطبيب اللي باش ينجم يعطي الوصفه الممتازه تقول حاجه اخرى لو فات كو جيتي مرا سا فاسيليتي راه برشا حاجات باش يحكيهم اللي ايزوري بتيت با اوزي يحكيهم الراجل فما حاجات معناتها اللي يحشم باش يقولهم حتى على معناتها حتى دو دجيغ راني نخاف ولا راني نحشم ولا راه اتسيتيغا يافي بوكو بلوس دو فاسيليتي اي ديزانس باش يقولوهم لي انا كي باش يقولوهم لعباد اخرين حتى في حكو ما نعرفش انا مدام نسلك تدخل حتى في خصوصيات اللاعب يعطيك ثقه ويحكي لك اسرار ويحكي لك مشاكل تكون عنده مشكله في داره وتنجم تكون عنده مشكله في حياته وتنجم تكون مشكله فلوس كل شيء معناتها خوف قله ثقه بخاصه مشكله فلوس كيفاش تحلها له؟ كيفاش نحلها له انا ان توكاج نجم نكون نجم نكون انترميديير نجم نوصل له صوته نجم نوصل له صوته معناتها فما ينوس با يونا اللي ما ينوس با يمشي يطلب تلقاه اللي تيميد اللي انتروفيرتي ما يطلبش يقول لك انا عندي مشاكل منا ومنا واسمع راه معناتها مش تو لي جو لي جوار الكل مش كلهم معناتها عندهم فلوس ومليين ما فما شكون اللي معناتها ما يخصوش برشا اتسيتيغا دونك جي نجم نكون انا انترميديير نجم نكون جو ليد جو لاكومباني بور تروفي دي سوليسيون دوتر سوليسيون عندهم مشكله فلوس مع الجمعيه مش دافعت له انت مثلا دافع على الجمعيه ولا دافع على اللاعب؟ لا بليبار تاع مشاكل تاع جوارات الجوار هاي فلوس مثلا لا برشا جوني بليسور الحقيقه برشا زاد الفلوس مشكله تاع جوار تونسي دي بريباراتور دي كوتش مونتال نعم لو بروبليم في برشا بلايص Le problème, est-ce que l'entraîneur tunisien il accepte le coach mental? C'est le problème. Ah, le coach mental, le haut niveau, c'est à partir des préformations en Mzrar. Bien sûr. Quand il y a un âgé à 25 ans, 28 ans, déjà il a passé une période de Saïba Barcha. C'est difficile. Et il n'y a pas de préformation ou de formation. Il n'y a pas de taquin ou de taquin. Il y a des marchaltines, des mohammines, des barcha, des nahiyadhaniens. beaucoup de obstacles. فما فرق كبيره في العالم وانا معاها في ما فما فرق كبيره ما فماش كوتش مونتال ناخذوا جوفنتوس يمكن مثلا اسكو ليا بريباراتور مونتال او نيفو جون اليا مي بداها بشويه بشويه يعني احنا فريمون ايلزون بيزوان في الصغار
في الترجي في صفاقس ناخذوا الكبار اللي عندهم امور ماديه نقولوا كبار ما بين قوسين يزون بزون من تو ولو موجودين التجارب عادلة موجودين التجارب يمكن الاعلام مازال ماناش قابلين وخاصه المشكله في المدرب التونسي حسب رايي الخاص صحيح لانه مش نقبل انا باقي او نيفو دو فورماسيون تاعي مشكله عقليه زعما تتغير مازال لونترونور يبو جيري سور لو بلون مونتال وهذيك يعني لازم نبدلوا عقلتين عقليه المدرب التونسي زعما تتقبل الحكايه هذه وفي اقرب وقت في ناحيه التكوين ونمشيو خاصه او نيفو دو جون انا معاك انا معاك فيها تعرفش سيرتو يا عادل فما مشكل كبير نعملوا فيه احنا الكلوب اللي نسيروا عندنا بس سيرتو لي ريكروتمون تاع الملاعبيه اللي يكون اعمارهم صغار كي تجي تم لاعبي مثلا نقولوا احنا سواديزون يعيش في تونس وتهزه باش يعيش في صفاقس وبيان تهزه هو وعائلته والمحيط نتاعو بكل سينو ما تهزوش يا عادل خاطر راهو فما مشكل انه اليوم تهزه لا لا نفسر لك عليه خنفسر لك عليه انا جاي ليكسبيريونس وكنت ديما ضدها عادل تحب ولا تكره الام والبو والانكادرومون تاع الام والبو ما نجم يعطيه حتى مسؤول وحتى كادر وحتى انسان حتى كان ياكل عجه في دارهم انتوري بوم وبوه وبعيلته والاطار اللي هو فيه ما نجم يعطيه له حتى حد اليوم المسؤول ما باش يكون وما باش يكون العنايه نتاعو ما باش يكون لهوه نتاعو ما ينجمش يعطيه لونكادرمون هذاك ما ينجمش يعطيه لي حتى هذيك اليوم وقت اللي يدخل في سونتر دو فورماسيون هو صغير سامحني وقت لا لا يلزم تعيشه هو وعائلته عائلته كل مقلوم لا لا انا نقول لك سونتر دو فورماسيون لا فما برشا لاعبين ضاعوا فما نسبه من فما فما نسبه من انت انفستيسمون كي تجيب ارجون ربي خلينا نكمل العمر يفوز علاش جيب ان جون وتحطه في سونتر دو فورماسيون انت على 10 ملاعبيه قداش باش توصل لكيف سينيور قداش من ملاعب باش توصل يا خويا لا صافي بارتي معناتها من البوليتيك والاستراتيجي نتاع الكلوب اما باش تجيب كل واحد عائلته ينجم يكون بيان اون كادري انا مثلا سامحني سامحني خليني نقول ولد عمره 14 ولا 15 ولا 16 تعيشوا في لوكال يعيش ويصبح ويرقد وياكل ويشرب ويزيد شنو هو نجم يتعلم اوقات الفراغ ما تعلمناش الموسيقى كان ما تاثروش لا 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 ربي لحظه اسمعني خليني C'est un conditionnement de champion. Il dit que c'est le seul qui est en partie. Il y a un temps de la famille, et nous l'avons bien évidemment, surtout avec l'adolescence, pré-adolescence, à Marao dans le monde. نعملوا ان كونديس معناتها نخلقوا نصنعوا دي شامبيون خاطر هو لا بريباراسيون مونتال كيما قال مسيو ايفيكتيفمون اي ابسوليمون لازمها تكون تتعمل من الصغرى باش يبدا لا بروغراماسيون مونتال نتاعو ولانستالاسيون نتاع لي تشالنج نتاع لو غان نتاع لا جيستيون دو ستريس ولا جيستيون دو لا كولير ولا بريسيون اكسترا اكسترا سيت ان كونديسيونمون اون ان في دي شامبيون ابخي فهمت دونك من بعد اللي تقولوا تخرجوا منه واحد اذا كان جي اون انستالي لا بريباراسيون مونتال دي لو ديبار بيان ايفيدامون افيك ان اكومبانيمون بارونتال ما فيها حتى نقاش اون اون اورا كوا عنده سنين صار معايا مثلا من تجربه قديمه ما كانش معنا بريباراتور مونتال كنا برشا اي كومبري مثلا عبد الله كريم حقي بلبولي كنا في سونتر دو فورماسيون الكل كان لونكادرومون به كان معنا عباس محترمين دي سيرفيون ويحرصوا حتى على القرايه نتاعنا الحمد لله الواحد كمل قرايته وكان بيان كمل في الدومين نتاعو دونك حبيت فسر لك اللي مش بالضروره تجيب عائلته يكون بيان اونكادري راهو اونتوري بعباد باهين ومحترمين يوجهوه في الثنيه صحيحه ما تخافش عليه الملاعب كيما كان تحكي لك دي كونديسيون تاع واحد ينجم يطلع شامبيون افيك دي ساكريفيس افيك بلان دو ثم برشا برشا ضاعوا لان ممكن شامبيون دو ناتاسيون يمشي ورامي يمشي ومعنا لي سونتر دو وسيم لومي سا في دي زاني توا كي لي ان فرانس معناتها يمشي ويبعدوا فهمت شنو معناتها C'est des conditionnements. L'essentiel, c'est que le الإحاطة كما قال هو معناتها يكونوا عبيد اللي حتى حد ما يعوض البو والام كي سوا بريزون ايموسيونيلمون في قرايته وفي دنيته وفي كل شيء اي بي يا لي زالي روتور اي ابخي سي سا ان كونديسيون معناتها اون دوفيان با شامبيون باغ هازار راهو من فاميلي يعني انك انت تحطي ابنك في 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 ان سونتر دو فورماسيون سي ان شوا دي بارون يعني انك انت لما تاخذ هذا الاختيار تتحمل مسؤوليه هذا الاختيار اختيار وتبعات الاختيار الولد حتى لو يكون في عمره 12 13 سنه في تحطه في سونتر دو فورماسيون لازم يكون كانه في في جيش في العسكر يعني تماما يعني يتعلم الانضباط يتعلم الانضباط يتعلم التاقلم والعيش المشترك مع زملائه لازم يعمل لو ديتاشمون لان هذا كلام اللي تماما ناصر الكلام هذا هو كلام كثير عاطفي وشرقي لكن انت حاب تعمل من ابنك لاعب كوره لازمك تتحمل انك تبعد عنه تتحمل انه يكون تحت يمشي تحت اوامر
سي با دي شوا سي فري سي با هو سي دي زور لازم يطبقهم اكزاكتومون اي ساس ريفليكت ديريكتومون سور سون كومبورتمون بلو تار كوتش مونتال احنا عندنا اولادنا يلعبوا في سانتيتين عندنا يلعبوا في كل ما عندنا كوتش مونتال وعندنا في تونس زاد في الترجي كان قبل محمد العروسي لي بروتوكول يخدموا بهم لي كوتش مونتال هاي كوتش مونتال يخدم به راهو فما برشا انا عشت مثلا في نوادي كبيره وعندهم امكانيات الكل البروتوكول اللي نجم نخدم به مدام تخدم به المدام ونجي عند رضوان انا في المنتخب ندخل بعض هذه التغيير تاع لي بروتوكول دو ترافاي خاطر اكسكوزيما مسيو باسكو لا تحكي سامحني على خدمتي سي لو ميم بروتوكول دو ترافاي سي ان ترافاي دو كوتشينغ كي سو في اون انديفيدوال سي لو ميم بروتوكول اذا كان لو بريباراتور سي ان فري بريباراتور كي اي فورمي يعرف روحه مش خاطر هو كان طياره في الجو وانا السؤال هذا على خاطر ليكيب ناسيونال C'est un coach le mental, c'est vrai. Pas, oui, mais tu n'es pas un préparateur mental. Exactement. C'est ça l'erreur. Mahouch, il n'est pas formé en préparation mentale. Tout le monde a besoin d'un coach mental. Est-ce que tous les sportifs ont besoin? Oui, monsieur, tous les sportifs ont besoin d'un coach mental. كنت انا في على او نيفو قبل ما نمشيو للمنتخب خلينا نقدموا شويه في التقارير ونحكيوا على الاعداد البدني طبعا في المنتخب الوطني التونسي تساؤلات عديده نتمنى المنتخب تكون جاهزيته على العال 100% في مباراه غانا نهار الاثنين تقرير ومونتاج وليد الرياحي وعصام الزناوي في هذا الريبورتاج مع التطور الحاصل في الرياضة عديد النقاط أصبح يتقرالها الفحصي تكتيك التحضير النفسي والأهم الأعداد البدني وإحنا ديما نتعلموا من اللي سبقونا في أوروبا الأعداد البدني عنصر مهم في النجاح الرياضي والمعد البدني عنده دور كبير في الطاقم الفني التكنولوجيا أصبحت مطلوب والطرق العلمية الصحيحة أصبحت مفروضة في الاستعداد البدني الجاهزية البدنية مهد الطريق لتطبيق الخطط التكتيكية الجاهزية البدنية أيضا تخلي اللاعب أو الفريق أو المنتخب في وضعية ممتازة المسابقات الكبرى تتطلب برمجة بدنية خاصة تدخل فيها عديد العوامل منها المناخية كما السخانة والرطوبة وغيرها واللي تفرض تمارين بدنية معينة ومنها أيضا الحالة الصحية للملعبية واللي تفرض تدريبات خاصة ودقيقة باش توصل مجموعة في نفس الجاهزية ونفس العطاء لازم دراسة كل صغيرة وكبيرة تخص اللاعب بنيته الجسمانية قوته قدرته على التحمل وغيره مقدمتنا هذه جرنا للحديث عن المنتخب التونسي لكرة القدم اللي شارك في النسخة 32 من كأس أمم إفريقيا دور أول وفاب عديد النقاط السلبية لكن يبقى أبرزها المردود البدني المحتشم في 3 مباريات تفاوت في الأداء بين الملعبية غياب السرعة لجرينتا القوة في الحوارات والثنائيات ملعبية مصابين التوى ما حضروا بدنيا على أبواب دور ثاني والتوى خارج الخط في المقابل حضر التعب في أواخر كل مباراة وظهر عدم القدرة على إكمال المباريات عند معظم الملعبية تأثر كبير بالعوامل المناخية في مصر نقطة أيضا تخلينا نتسائلوا على استراتيجية العمل البدني مشاكل بدنية كبيرة ظهرت على عناصرنا الوطنية أثرت بشكل مباشر في النتائج الحاصلة إلى حد الآن نقص بدني واضح لمنتخبنا مقارنة بالمنتخبات الأخرى أثار عديد الاستفسارات كيفاش تم تحضير الملعبية؟ علاش ما وصلناش لمرحلة الجاهزية البدنية المطلوبة في مثل هذه المسابقة؟ علاش كان احنا عنا عذر العوامل المناخية في مصر؟ على أي أساس تم اختيار الطاقم البدني؟ والسؤال الأهم هل أنه نفس المشاكل باش تتواصل في مواجهة غانا اللي تجي في مرحلة حاسمة تتطلب الجاهزية التامة؟ كان على التاسعة باش تكون استثنائية نجوم كبار باش يحضروا التوانسة والشقاء العرب إن شاء الله كالعادة عادل في السبيسيال التاسعة كان باش يمتعنا ويمتعكم مشاهدة قريبة من نصور كارتاج اللي نتمنى هذه المرة أنهم يشرفونا أكثر يمشيوا لبعيد
ان شاء الله المره هذه عاد نتلموا الكل على رايه واحده، رايه النصور، باش تونس بنصرها العالي يكون غالي ويعلي في ارض الكنانه مصر. كان التاسعه عاد البوهلاني.